قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة؟ فهل هناك فرق بين الفؤاد وبين القلب؟ قال الإمام الترمذي: والفؤاد هو اللحمة الظاهرة، والقلب هو اللحمة الباطنة، وإنما هي بضعة واحدة بعضها مشتمل على بعض. وفرق بعض العلماء البصريين بين القلب والفؤاد، فقال: الفؤاد هو مقدم القلب وما استدق منه، والقلب أصله وما اتسع منه. وقيل: في القلب تجويفان، فالتجويف الظاهر هو الفؤاد وهو مكان العقل، والتجويف الباطن هو القلب وفيه السمع والبصر، وعنه يكون الفهم والمشاهدة وهو محل الإيمان. وقال أبو هلال العسكري: لم يفرق بينهما أهل اللغة، بل عرفوا كلا منهما بالآخر. وقال بعض أهل الحديث: الأفئدة توصف بالرقة والقلوب باللين، لأن الفؤاد غشاء القلب، إذا رق نفذ القول فيه وخلص إلى ما ورائه وهو القلب، وإذا غلظ تعذر وصوله إلى داخله، وإذا صادف القلب شيئا علق به إذا كان لينا. وقال الواحدي: الأفئدة أريد بها مواضع القلب. انتهى كلام الواحدي. وعلى هذا يكون معنى الآية: إن قلب أم موسى كاد يحترق من شدة الخوف على ابنها، فيصير مكانه الذي هو الفؤاد فارغا من قلبها، لولا أن الله ربط على قلبها فاستقر قلبها مكانه. ويؤيد ذلك قوله تعالى: وأفئدتهم هواء، يعني كأنها خالية من القلب. قال الواحدي أيضا: والعرب تسمي كل خال هواء، يقولون بيت هواء إذا كان خاليا قفرا لا شيء فيه. والمعنى في الآية: إن قلوبهم ارتفعت إلى حناجرهم من فزع ذلك اليوم وهوله، وبقي موضعها هواء لا شيء فيه، كهواء ما بين السماء وبين الأرض. وقال الإمام الرازي: القلب هو العلقة السوداء في جوف الفؤاد دون ما يكتنفها من اللحم والشحم، ومجموع ذلك هو الفؤاد. ومنهم من قال: القلب والفؤاد لفظان مترادفان، وكيف كان فيجب أن يعلم أن من جملة العضو المسمى قلبا وفؤادا موضعا هو الموضع في الحقيقة للعقل والاختيار. وقال ابن الملك: لعله صلى الله عليه وسلم أراد بالأفئدة ما يظهر للأبصار، وبالقلوب ما يظهر للبصائر. وقيل: الفؤاد وسط القلب أو غشاؤه، والقلب حبته وسويداؤه. وقال الماتريدي: الفؤاد عندي أخص من القلب، ولعل المضغة هي القلب والفؤاد حصة منه. وقال غيره: قد كرر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القلب مرتين بلفظين مختلفين،
وهو أولى وأبلغ من تكريره بلفظ واحد. وقال الخطابي: وصف القلوب باللين والأفئدة بالرقة، لأن الفؤاد غشاء القلب، إذا رق نفذ القول فيه وخلص إلى ما ورائه، وكلاهما يطلق على الآخر عند الافتراق. قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. ونكتفي بذلك، وكل هذه أقوال أو اجتهادات علماء، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.